بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اشوف فاميلي اورجنايزر، دي ادنس بتديني بعض الامكانيات في التحكم في الفاميلي اللي موجوده في المشروع او في الفاميلي الموجوده عند الجهاز، فتقدر تحمل اي فاميلي من الجهاز بسرعه للمشروع دوت. تقدر تلغي، تقدر تنظم، تقدر تعمل سيرش، تقدر تعمل باك اب، تقدر تعمل ابجريد، تقدر تعمل السيستم فاميلي، تقدر تعملها براوزر او سيفر او ريبليس زي ما انت عايز. كل الامكانيات دي موجودة في فاميلي اورجنايزر.